السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من ماكس أدرينالين، البرنامج اللي مختص بالسبور دكستريم لا في المغرب ولا في الخارج، وذلك على قناتكم الرياضية. هذه السيمانة في أدرينالين تشالنج غيقدموا لكم المرحلة النهائية ديال لانوي انترناسيونال ديال جيتسكي 2010 في الحلوة 11 ديالها. متى الجامعة الملكية المغربية للجيتسكي والسكينوتيك تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أدرينالين شاو غادي يقدموا لكم مجموعة ديال لي فيديوغ في رياضة السكيت والسيرف، ومن بعد في أدرينالين تشالنج يقدموا لكم المنافسات ديال إير تايتين وفان زيبر 2010، واللي هي عبارة عن خيار واللي كتمكن جوج ديال لي سيرفور أنهم يشاركوا في المنافسات ديال بيلابونك فو تايتي 2010. وفي أدرينالين تشالنج مرة أخرى غادي يقدموا لكم النهائيات ديال بيلابونك فو تايتي 2010، واللي تم تتوج فيها الهوايا أوندي أيرونز واللي تخمس سبوت ديال تيوبوليكان دي تايتي. كما العادة في توب 5 غادي نقدموا لكم أحسن تحات وأحسن مدرب. كنتمنى لكم فرجة ممتعة مع فقرات هذا العدد. نظمت الجامعة الملكية المغربية للجيتسكي والسكينوتيك لانوي انترناسيونال دو جيتسكي 2010 في الحلة 11 ديالها تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي الحلقة اللي فات عرفناكم أكثر بهذه الليلة. هذه السيمانة غادي نقدموا لكم شكون اللي غادي يفوز بهذه التظاهرة في كل فئات، مع العلم أن المغرب هو البلد الوحيد اللي كينظم هذه المنافسة العالمية بالليل ولأول مرة في تاريخ الجيتسكي العالمي. بدات لا بروميير مونش في ليله الجمعه اي يوم عيد الفطر، والجمهور كان حاضر بكثره باش يشاهد العروض الرائعه اللي قدموها 37 مشارك مع هيمنه المشاركه الفرنسيه. بالنسبه للغنبه والسوبر ستوك اف 1 فحت الفرنكي زابط المرتبه الاولى في لا بروميير مونش، وذلك بفضل قوه جد ديالو واللي كتعطي 450 حصان، وبالتالي فرانكي قدر انه يضرب دوره على المتنافسين ديالو وتجاوز حتى جيرمي بيريز اللي كان كيحت المركز الثاني. جولي بولتو حصلت على المركز الاول في سكي فيمينين، وبالنسبه لسكي جونيور وسكي سوبر ستوك فحت على التوالي غافائيل موغان وميكائيل بوغي المركز الاول. بونسوار ماكس ادريانالين انكور اون فوا رانديفو سور لي ايكران دو لا ريادية افيك ماكس ادريانالين بور دو جيتسكي انكور اون فوا ايسي ا رابا. نو سوم ا لا 11ايم اديسيون دو لا نوي انترناسيونال جيتسكي سي لي تروفي محمد سيس باسيت اني سي ان بو سبيسيال. اون ا ان سوبر بلاتو، اون ا دو سوبر موتو. ديجا ان ران اباوت نو افون لا بريزانس دو فرانكي زاباتا افيك سا نوفيل موتو، ايل ا دوبلي ميم لو دوزيام سي فو دير ا دوبلي تول موند. ان تيرم دو جونيور مي لي جونيور نو افون دو ماروكان كي اون بارتيسيبي هير، اون ا عزيز مرون اي نو افون رغريغي اوساما. C'est super pilote, bon, c'est des premiers pas quand même en jet, c'est des skis standards. بالنسبه للدوزيام مونش في الفئه ديال غنبه والسوبر ستوك اف 1 فهما غادي يتنافسوا من بعد الفريستايل، على عكس الجوله الاولى في اللعبه هما الاولين، وبالتالي الواد ديال البورغراغ ولاو فيه موجات صغار وكيحركوا لي بوي اللي كيكونوا السيركوي. Aujourd'hui, le programme, on a changé le programme des runabouts parce que, comme vous savez, on les avait passés avant les skis, après les skis stock. On avait beaucoup de clapots, c'est des petites vagues. Ce soir, on a décidé pour une fois d'avoir les runabouts à la fin, mais après le freestyle, pour que le fleuve se calme un peu. بالنسبه للفئه ديال سكي سوبر ستوك اف 1 لسوء الحظ في لا دوزيام مونش وقعت حادثه للفرنسي انتوني بيغون، وانتقل على وجه السرعه لمستشفى شيخ زايد اللي كاين بالرباط، حيث صاب في الراس ديالو وفقد الوعي. وبرغبه الام ديالو اللي جعلتنا ما ندوزوش صور حول هذا الحادث، وكنتمنوا الشفاء العاجل لانتوني بيغون. Et je voudrais aussi souhaiter un bon rétablissement à Anthony Bougon qui a eu hier un gros accident. Aujourd'hui, il vient de se faire opérer. On espère qu'il reviendra vite et on pensera à lui.
بالنسبة للترتيب النهائي في الفئة ديال رانا باوت سوبر ستوك اف 1 ومن بعد ثلاثة ديال لي مونش حتى الفرانكيزا بات المركز الأول ب 70 نقطة وجا ثانيا جيرمي بيريز هذا الأخير طاح ليه ستارتر في الماء وضيع خمسة ديال المرات وبالنسبة لألكسندر لوفي فهو حصل على المركز الثالث يليها المواطن ديالو الفرنسي تودي بونز ب 41 نقطة Ben, je suis vraiment super content d'être ici. C'est vraiment un circuit génial, extraordinaire. C'est vraiment atypique de naviguer de nuit avec les projecteurs. Donc j'ai un peu de mal à voir, j'ai une mauvaise vision de nuit, vu que je suis daltonien, mais je m'éclate. Quoi. Le circuit est difficile, les bouées sont très rapprochées. Il y a des concurrents du meilleur niveau mondial. Donc c'est extraordinaire comme chaque année. بالنسبة للفئة ديال سكيفي مينين فاحتلت جولي بيرتو المركز الأول وفازت في كل مونش اللي لعبات وجات في الرتبة الثانية أودغي دو جاردان هاد الأخيرة هي اللي دربت الفائزة بالمركز الأول وبالتالي جولي بيرتو سعيدة بهاد الإنجاز Je suis partie en tête avec Audrey Dujardin jusqu'à la All Shot. Elle a passé le premier tour en tête. Et dès le double circuit, j'ai réussi à la doubler. Et après, j'ai creusé l'écart entre la première avec la deuxième. Et bah, ça fait super plaisir parce que bon, c'est elle qui m'a appris le jet, qui m'a toutes les bases, le physique et tout. Et maintenant, d'être au-dessus de la prof, ça fait super plaisir. في أدل سكي جونيور فرافائيل مورا هو اللي حتل الصف الأول يلي في المركز الثاني تيبور فورشورو والمركز الثالث كان من نصيب أستيل بوغي بالنسبة لأستيل فهي الفتاة الوحيدة اللي كتلعب مع الجونيور بالنسبة للنتائج النهائية في الفئة ديال سكي سوبر ستوك اف 1 فاحتلت العائلة بوغي ثلاث مراكز الأولى بحيث ميكايل جا في الصف الأول يليها الأخ ديالو جيريمي وكنلقاو في المركز الثالث مورغان بوغي أما الصف الرابع فكان من نصيب كريستوف كورتوا Donc j'ai gagné la troisième manche, je suis vraiment content déjà. C'est vrai que je suis parti en tête, après j'ai assuré parce que j'ai vu que derrière mon frère qui était derrière moi et qui assurait sa victoire, parce que s'il restait deuxième c'est lui qui gagnait le week-end, il allait tranquillement, donc moi j'ai assuré aussi la première place. Et puis après bah, malheureusement j'ai vu qu'à deux tours de l'arrivée, il a eu un souci mécanique, il a cassé son câble de direction, et donc c'est moi qui gagnais le week-end. Donc je suis à la fois déçu et à la fois content parce que bien sûr je gagne le prix Mohamed VI et c'est vraiment une belle fierté et un peu déçu pour mon frère qui méritait vraiment la victoire et je suis déçu pour lui. واخيرا في الفئه اللي فيها الفرجه والاستعراضات اي لو فريستايل فعرف التالق رومان ستامبل اللي سجل 125 نقطه في ثلاثه ديال لي مونش اللي لعب وكان دار واحد التريبل باك فليب الجد ديالو وجا ثانيا الفرنسي نيكولا دانييل اما الاسباني ايمانويل جول فواجا في الرتبه الثالثه ب 84 نقطه اي وي سو سوار جو بونس اور في مون ترافاي ان تريبل باك فليب 3 تور ان لير Ça doit être une première normalement au Maroc et sur cette partie de la planète, donc je suis très fier, oui, très fier. عرفت لا نوي انترناسيونال دو جيت سكي 2010 نجاح كبير وتبهر الجمهور اللي كان حاضر بقوة المتنافسين والأداء الرائع اللي قدموه ولكن ما نساوش أن هذه الرياضة خطيرة نوعا ما وخص دائما المتسابقين ياخذوا الحذر وكنتمنوا مرة أخرى الشفاء العاجل لأنطوني بوغون ولقاوها ضمن المتنافسين إن شاء الله السنة المقبلة وذلك في الحلة 12 ديال الليلة العالمية للجيت سكي 2011 On a eu du spectacle, un public de Rabat toujours aussi enthousiaste. Malheureusement, un accident, on repart sans un de nos pilotes qui reste ici à l'hôpital dans le coma et ça nous attriste beaucoup. Mais ça a permis aussi peut-être de faire prendre conscience aux pilotes de la dangerosité du truc. Et aujourd'hui, pour la dernière épreuve, ils ont été exceptionnels. Et bravo, merci le Maroc et à l'année prochaine, j'espère.